رجل، لماذا حولت السيارة إلى حلم يراودك منذ الطفولة؟ لماذا جعلت من السيارة وسيلة للتباهي وللتفاخر بين الناس؟ أليس مهووساً من يقترض المئات ويعيش في الديون بسبب سيارة؟ وهل صحيح أن السيارة مفتاح قلوب الفتيات وجواز سفر للعديد من المهمات عزيزي الرجل؟ من وسيلة نقل إلى أسلوب حياة إلى عشق فهوس، جملة تختصر عالم السيارات. فرغم أنها واحدة من الهوايات التي تعتبر من الأغلى والأخطر في العالم، إلا أن كثيرين مستعدين لدفع كل ما يمتلكونه وحتى حياتهم في سبيل قيادة سيارة فخمة أو سريعة. منذ الصغر والسيارة حلم، وفور تحقيق هذا الحلم تنطلق في حلم أكبر لسيارة أفضل، ويستمر هذا الحلم في التطور مع كل سيارة تمتلكها إلى أن تصبح في دوامة لا تنتهي من امتلاك الأفضل والأسرع والأفخم. ويصل الأمر عندما توفرت له القدرة المالية إلى امتلاك عشرات السيارات واقتناء الأقدم والأندر. هوس السيارات تتعدد دوافعه، منهم من يرى في السيارة مدخلاً لقلب فتاة، ومنهم من يجد فيه وسيلة للتباهي، ومنهم من تروي شغفه للمنافسة في كونه الأسرع، ومنهم من يتخذها هواية ورياضة، ومنهم من يعتبرها تجارة مربحة. مهما تعددت الدوافع، يبقى شغف وعشق السيارة عاملاً يجتمع عليه الرجال بشكل عام، وبعيداً عن أي قدرات مادية، فالسيارة أصبحت هدفاً ولم تعد وسيلة. أما بالنسبة لضيوف هالحلقة من برنامج عزيز الرجل، نتعرف عليهم سوا. انضموا لي ضيوفي باستوديو عزيز الرجل. استاذ سيف، اهلا وسهلا فيك. يا مرحبا، بسعدي تكون موجود معي. استاذ صلاح، يا هلا. وعادل، اهلا وسهلا فيكم. فيك يعني اليوم نحكي عن موضوع شغف الشباب بموضوع السيارات، بس خليني قبل ما نظلم كثير الشباب بالموضوع، خليني اخبركم انه كمان في بنات عندهم شغف كثير كبير بموضوع السيارات. استاذ سيف، امتى بنقول انه هذا الشخص في عنده شغف بالسيارات؟ والله بدايه لازم بدنا احنا نقول حقيقه، يعني ان موضوع شغف السيارات ما يقتصر على حد، يعني فقط انه رجل او امراه او كذا. كل انسان في الحياه يحب انه يكون يعني في عنده شغله بحبه، اكيد. يعني وحتى في السلف الصالح وفي الاثر كانوا يقولوا ان الانسان عشان يعيش سعيد محتاج ثلاث اشياء: المراه الصالحه، والمنزل المريح، والمركوب الجميل، يعني اذا كان راحله او جمل او كذا. تطورت الدنيا واصبح الموضوع في سيارات وصار كذا. يعني الإنسان بالتأكيد يعني هذا الشيء شيء طبيعي فطري في الإنسان، إنه يحب إنه يظهر نعمة الله عليه. يعني ورب العباد يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. والتحديث ما يكون إن الواحد يتكلم، إنما يظهر نعمة الله عليه، وإن الله يحب أن يظهر العبد آثار نعمته عليه. ولكن الموضوع إذا زاد عن حده وتحولت أولويات الحياة، بعد ما كان عندنا أولويات معينة، نبني المستقبل، نبني في نستثمر في الأبناء، نستثمر للمستقبل في التقاعد، في خطتنا للحياة، أصبح الموضوع أني أنا سيارات وتزويد وأدية من البنك وتسلف وتكلف عشان السيارة. في هذه الحالة تحول الموضوع من أنه موضوع صحي اجتماعي عادي إلى موضوع مرضي. دخلنا في الناحية الثانية، أن استوى نوع من أنواع الهوس. طبعا هذا الهوس ينقسم، هناك يعني في ناس يعني تختلف الدرجات. من الدرجات البدائية الأولى اللي هي الهوس، كيف بيكون شكلها هذه؟ يعني الدرجة الأولى ممكن نقول الهوس بأن الشخص يعني يصبح حياته مثل يعني تركيزه كبير على السيارة، ما بيفكر غير بالسيارة. نعم، يعني يصبح تخيلي في بعض الناس تقييم للشخص اللي أمامه بالسيارة التي يركبها، يعني أنا كيف أتعامل معك على أساسه؟ لا، هذا سيارته كذا، هذا سيارته كذا. في هذا الأساس إذا أصبحت حتى البنوك
بالتأكيد يعني بتذكر أنه في كريدت كارد كانت ما بتنعطى غير لأصحاب السيارات المرتبة مثلا وفارها. هذا شيء. وهنا يعني دور المؤسسات التي تشجع هذا الهوس للأسف يعني بعض المؤسسات تشجع هذا الهوس وهذا شيء خاطئ. يعني نشكر بعض الخطوات التي قامت بها بعض الدول أنها تقنن موضوع القروض. يعني للأسف في بعض كثير من الناس تجدي أن يروح يدين ويتكلف ويتسلف عشان يشتري هذه السيارة بغض النظر عن إمكانياته. يعني إذا نزلنا الشارع في بعض الدول الخليجية يعني ما نقول مثلا في الإمارات تجدي أن كل الناس راكبين السيارات الفارهة البورشات والباقي السيارات وتدور عليه خمس دراهم في مخباه ما بتحصل يحط بترول كيف بهالسيارة ما عنده. في هذه الحالة إحنا في أمام مشكلة وظاهرة اجتماعية خطيرة. هيدا الستيج نمبر 1 إذا فينا نقول. الستيج نمبر 1 يعني. التو. الستيج الثاني بأن يتحول هذا الموضوع إلى هوس أكبر. يصبح هذا الشخص يعني كل تفكيره في السيارات. حصل يشترى السيارة مثلاً وتكلفتها مبلغ مهول. بعد 6 شهور شبع من هذه السيارة. يبدأ يبحث عن السيارة الثانية. يبدأ يبيع ويبيع ويبيع. وكل طبعاً بيع أو شروة فيها خسارة بالتأكيد يعني. وتبدأ تتراكم عليه الديون ثم الديون ثم الديون ثم الديون. ويخسر السيارات كلها ويبيعها وما يحصل سيارة يركبها. بينطبق عليك هذا الكلام اللي عم يحكيه؟ الحمد لله. أبداً لا. لا الحمد لله. رغم أني أنا بعرف إنه أنت من الأشخاص المهووسين بالسيارات. مهووس بس بحدود إمكانياتي. كيف يعني؟ إمكانياتي. كيف بتقول إنه أنا لحدود إمكانياتي؟ يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا واحد. وربينا على دين الإسلام الحمد لله والشكر. الإنسان ما يلزم نفسه في شيء ما له طاقة فيه. ليه هذا الهواس بموضوع السيارات؟ نقدر نقول من ناحية التنافس. شو السبب وكيف بلش عندك خلينا نقول؟ أنا عندي من طفولتي صراحة. أحب إن السيارات وشي وتنافس. بس في تنافس بالناحية المعقولة يعني. مش درجة التهور. وكل إنسان سبحان الله لما في فترة التينيجر إنه يمر في مرحلة الطيش. والحمد لله الله سلمنا منها على خير وعدلت وترتبت الأمور على شكل أفضل وأحسن. ووجهنا الهواية بشكل سليم. لاحتراف. لاحتراف. حاليا أنا صاحب الشركة تدير السيارات. لها فروع برا الدولة ولها فروع داخل الدولة. شوفي هنا الستيج أو المرحلة اللي تحدث عنها أخوي صلاح يعني هي الشيء المثالي خلنا نقول. إن كان عنده هواية في شيء معين. الهوايات على فكرة تختلف اهتوايات الناس. يعني في ناس هوايتهم الساعات، في ناس هوايتهم السيارات، في ناس هوايتهم بغض النظر. هو حول هوايته إلى شيء بناء من حيث إنه حول فتح بزنس وهو فاهم طبعا أهل بكادرة بشعابها فاهم في الموضوع هوايته. تخيل لما يكون عملك هوايتك في هذه الحالة بصير إبداع. دخلنا في مرحلة إبداع. فهنا يمكن الجزء الحميد يمكن من موضوع الحلقة يعني. صحيح. طب شو بتعملوا شو بتعمل يعني أنت عندك شركة تعديل سيارات. نعم. أي سيارة بتجي وبتعدلوا شو الشباب بيطلب بالسيارة؟ شركة من ناحية التعديل نتكلم من ناحية أنواع السيارات. أوكي. في سيارات الأوروبية وفي سيارات اليابانية وفي سيارات الأمريكية. الشركة عندي تخصصها في السيارات الأوروبية. أوكي. عندنا نوعين. والنوعين يناسب جميع الأعمار صغار السن وكبار السن. النوع الأول اللي هو زيادة قوة المحرك. أوكي. والنوع الثاني اللي هو صرفية البترول اللي هو fuel consumptions. أساس أنه في ناس ما عندهم استطاعة كل يوم يعبي بترول مبلغ وقدرة. هذا ما بيأثر على قوة السيارة؟ لا أبدا ما بيأثر. ما في أي side effect عليه. وعادل انت من الاشخاص اللي عندك هوايه بتعديل السيارات. نعم. صحيح. احكي لي ليش يعني انت لما بتجيب السياره ما بيكفيك شكلها كيف هو، شو بتحب تعدل فيها بزياده؟ بحب اعدل فيها بزياده مشان تكون مميزه عن السيارات اللي زيها. شو السياره اللي عم بتسوقها هلا؟ انا مرسيدس سي 63 ام دي. اخذت قرض لتجيبها لهيدي السياره؟ لا. اشتريتها كاش؟ كاش نعم. بل ليش اشتريتها؟ شو الهدف لما انت بتشتري هيك سياره؟ اول شيء قد ايه سعرها؟ خلينا هيك نقول سعرها 380,000. 380,000. نعم. واشتريتها كاش ما تدينت. نعم. حسيت انك انت حابب تركب هيدي السياره ليه؟ لانها سياره سبورت وانا شاب ومن صغري انا بحب السيارات السبورت. فلما طلعت رخصه القياده يعني اتجهت لهي السياره لانها سياره سبورت وحلوه وبالنسبه لي يعني سيارة ممتازة. شو عملت فيها؟ عملت لها أول شيء بادي كيت، عدلت الشكل الخارجي. أوكي. بعدين عندي بدي في هون الحلبة ياس
لسباق السيارات. فروحنا شاركت أول مرة، ففي سيارات أقل من سيارتي عم يعني بجيبوا أحسن مني بالحلبة. فصار بدي أزيد من قوتها للسيارة، بس بالإشي السيفتي يعني اللي ما لا أذي حدا ولا أذي حالي ولا أذي السيارة. هيدي الأشياء أنت بتقول مشتري السيارة ب 380 ألف درهم، هيدي الأشياء لما أنت عم تدفع زيادة ما بتحس كتير أنه عم بصير عم تصرف كتير على السيارة؟ يعني هيدي الزوائد لابد أنها كلفتها كان قد ربع حق السيارة. لا والله مش كتير. احتمال اكثر. طب عادل يعني انت يعني هل كمان في هدف براسك؟ يعني كيف الناس مثلا بينظروا لك لما بيشوفوا السياره معدله هالقد؟ بتحس انه بتختلف على انه لما تكون راكب السياره طبعاً. مثل ما انت مشتريها من الشركه؟ طبعا تختلف. تختلف كثير. طب نظره الجنس اللطيف كمان بتختلف؟ طب بصراحه لما اشتريت هيدي السياره وبلشت اعمل هيدي التعديلات فيها، هل كان قصدك فقط حلبة ياس ولا كمان الجنس اللطيف شوي؟ لا الصراحة لا، أنا مشان حلبة ياس أبدا، مش الجنس اللطيف. لا يعني البنت هيك وأنت طالع بتكون إنه عم تحاول تطلع أنا يعني شو راكب ملا سيارة. لا لا ما عندي أبدا نهائيا، ما بيكون هيدا واحد من الأهداف. أكيد هذا يمكن أهم الأهداف. عادل قديش كنت صريح معنا. أنا ما والله هو مش هدفه. أنا ما هدفه يعني الأخ عادل هذا ما كان هدفه، لكن حقيقة الأمر في كثير من الأحيان الأخ عادل الكلمة اللي قالها تكمن فيها الخطورة، بأن أنا لما أركب السيارة اللي أنا أركبها هل أحس نفسي مختلف؟ في هذه الحالة هنا الخطورة اللي تكمن. في كثير من الأحيان هذا الشيء يتمادى، يعني بأني أنا خلاص أشعر تصبح قيمة الإنسان هي السيارة التي يمتلكها، هنا تكمن الخطورة. لا قيمتي في نفسي. أيوة. والألم. أيوة. هنا الإنسان القشري، هنا أيوة. الإنسان أوكي. القشري السطحي اللي ينظر للأمور بهذا الشيء، لا أنا جوهر، أنا لسه القشرة، أنا قد ألبس الساعة وأركب السيارة وأسوي وأسوي وأسوي، ولكن هذا الشيء المفروض ما يكون هو أساس قيمتي. شوفي كل إنسان لديه مجموعة من القيم التي من خلالها يشعر بقيمته الذاتية. في إنسان يشعر بقيمته الذاتية من خلال مثلا عمله، من خلال دراسته، من خلال علاقاته الأسرية، وضعه في المجتمع. لكن في بعض الناس وهي ظاهرة بدأت تكبر وتكبر وتكبر، بأن أصبح شعوره بقيمته من خلال السيارة والساعة والقلم. وهذا الشخص عندما يركب سيارته مثلا الفارهة اللي مثلا قيمتها نصف مليون ولا مليون نفسه. عندما يجي يقول لك مثلا سيارته خربانة وعطلانة، ما بيروح يأجر مثلا سيارة مثلا خلنا نقول بمية درهم ولا كذا، لا برستيجه ما بيسمح له، لا برستيجي ما يسمح لي، يبدأ يحط نفسه في هذا الكتب، لا يمبي بأجر مثلا سيارة بألف وبألفين درهم في اليوم. ليش؟ لأني أنا حاطط نفسي أن قيمتي من خلال سيارتي وليس قيمتي من خلال أنا من أكون. لذلك أنا يعني مثلا أنا واحد من الناس أتكلم عن شخصي. شو معك سيارة؟ والله أنا عندي سيارتين. أوكي. السيارة الأولى هي بورش كاريرا، هذه يعني سيارة شبابية أنا اخترتها واشتريتها، وعندي السيارة الثانية ألتيما. ألتيما سعرها بثمانين ألف والثانية سعرها بربعمية وثلاثين ألف. أوكي. أمتى وأشعر بنفسي لا أمتى بتستخدم هيدي وأمتى بتستخدم هيدي؟ يعني في الأغلب أستخدم الألتيما وأنا رايح شغلي وأنا راجع من شغلي وأنا أروح حتى في طلعات. بدك تعمل شوية شو أوف بتروح على لما أجي عندكم وأنا جاي هني مثلاً الطريق، أنا عارف أن الطريق مثلاً في بعض الأحيان يعني ما يكون يعني مطبات أو كذا، جيت بالسيارة الألتيما. لكن أنا شعوري بذاتي. أمتى بتروح على كاريرا؟ في بعض الأحيان يعني مثلاً أكون طالع مع الشباب، أكون طالع مثلاً مع أهلي، أكون مثلاً رايح أحياناً الشغل، يعني هي القضية إن شيء أدلع نفسي فيه. ولكن قيمتي ليست في هذا الشيء، أنا ما أركب الألتيما نفس شعوري، شعوري لم يتغير، بل بالعكس أنا نفس الشخص اللي راكب هالسيارة وراكب هالسيارة. هنا أهم شيء في نقطة الإنسان، الإنسان يدلع نفسه يدلع نفسه، ولكن قيمته تظل في نفسه، في عمله، في شغله، في وضعه الاجتماعي، في وضعه في الحياة، وضعه الثقافي، في جميع أوجه الحياة. طيب باعتبارنا عم نحكي عن القيمة، خلينا نتوقف مع أشهر مقتني السيارات بالعالم نتعرف عليهم كلياتهم من هن. للسيارات عشق مختلف يجعل منها هوسا لمن استطاع إليها سبيلا، وفي هذا التقرير نشير إلى قائمة بأشهر هواة تجميع السيارات في العالم. كريس إيفونز الدي جي الشهير في راديو الثانية من أشهر محبي سيارات الفيراري الكلاسيكية،
في إحدى الفترات انتشرت حوله الشائعات بأنه يملك 9 منهم باللون الأبيض. وصل اسم إيفانز إلى العناوين الرئيسية في 2008 عندما اشترى فيراري GT250 كاليفورنيا سبايدر، وذلك بما يعادل أكثر من 5,600,000 جنيه استرليني. وبعد سنتين تقريبا عاد اسمه للجرائد بقوة عندما اشترى في مزاد سيارة فيراري موديل 1936 250 GT بنحو 12 مليون جنيه. سلطان بروناي صاحب مجموعة السيارات الأبرز والأشهر عبر قائمتنا لليوم. في 2006 ظهرت قائمة على الإنترنت تدعي بإظهار بعضا من سيارات سلطان بروناي، وقد تضمنت 9 سيارات مكلارين F1 و 130 سيارة رولز رويس و 99 سيارة فيراري. جراج السلطان معروف باحتوائه على عدد من السيارات المصنعة خصيصا لأجله، بما فيها سيارات بنتلي دفع رباعي وسيارة فيراري فريدة من نوعها وسيارة رينج روفر طويلة. جاي كاي واحد من مهووسي السيارات في العالم، هو الواجهة ضمن فرقة جاميرو كاي الموسيقية، ولديه مجموعة فريدة من السيارات. السيارات المفضلة منها هي الفيراري إنزو والمرسيدس 300 SL ومحبوبته اللامبورغيني ميورا. رالف لورين الشهير هو واحد من الوجوه المعتادة على الصفحات الأولى لمجلات السيارات الأمريكية، حيث يمتلك رالف لورين مجموعة فريدة. جراجه الضخم يحتوي على سيارات فيراري كلاسيكية وموديلات عديدة للسيارات الخارقة، بما فيها مورسيلاغو SV وبعضا من سيارات بوغاتي الثمينة جدا من موديلات الثلاثينيات من القرن الماضي. جيري ساينفيلد النجم الكوميدي الشهير لديه ميول هو الآخر بعيدا عن الكوميديا وإنما في عالم السيارات، خاصة وأنه من كبار عشاق بورش على مستوى العالم. يمتلك ساينفيلد سيارات كثيرة لدرجة أنه يستأجر مستودعا بجانب المطار ليحتفظ بهم. مجموعته من البورش يقال بأنها تحتوي على موديلات 959 و550 بالألوان الأصلية مثل التي يملكها جيمس دين. نيك مايسون الطبال الخاص بالمغني بينك فلويد يمتلك واحدة من أكثر مجموعات السيارات تألقا في بريطانيا، ومثل أقرانه لديه هوس بسيارات فيراري وبوغاتي. جراجه يحتوي على بوغاتي تايب 35 وفيراري 250 جي تي او وفيراري F40 وجاغوار دي تايب. وأخيرا جاي لانو أشهر مقدمي برامج حوارية في أمريكا، وعلى عكس بقية من في قائمتنا فلم يكن لانو كتوما بما يحتويه جراجه الفاخر، حتى أنه يعلن ذلك على موقعه الخاص على الإنترنت لا بل وفي برنامج تلفزيوني خاص. تتنوع السيارات كثيرا في جراج لانو حتى أنها تحتوي على سيارات بثلاث عجلات وسيارات بمحركات بخارية وحتى الطائرات وسيارة توزيع الحليب. بشوف هذا التقرير بينقهر، يعني انا عجبتني كم سياره من الموجودين. هيدا اللي كنت عم بتشوفه هو عباره عن هوايه، هو هوس عند بعض الاشخاص، ام ممكن يكون استثمار كمان؟ هو يعتبر على ثلاث اشياء بوجهه نظري. ثلاث اشياء. نعم، هوايه لانه هو هيز كولكتر، يحب يجمع، اوكي، ومن ناحيه الهوس لانه مبالغ بزياده، ومن ناحيه استثمار لان بالمدى البعيد هالسيارات لها فاليو، اوكي، بيعتها بتكون لها good investment. كم سيارة عندك أخذ عليك؟ سيارتين. آه أوكي، افتكرت ممكن تقلي 5-6 تقلي أكثر من هيك. شو هن؟ عندي BMW ألبينا وعندي مرسيدس AMG. مشتغل عليهم أكيد كتير مزبوط ما هيك؟ ايه. شغال الحمد لله، الأمور طيبة. كيف صوت سيارتك لما تكون ماشي على الطريق؟ نحن هنا لا ما فيها صوت. أوكي. نعم. من خلال التقرير اللي شفناه شو حاسس حالك فعلا أكتر شيء لفت نظرك إيش هيدي كنت بتمنى تكون عندي؟ الفراريات. فراريات. خلينا مشاهدينا نتوقف مع فاصل وأكيد رح نرجعك سوا نكمل موضوعنا.
أفادت التقارير الاقتصادية لعام 2013 أن المملكة العربية السعودية هي الأولى عالمياً في شراء السيارات، إذ سيضخ المستهلكون السعوديون خلال هذا العام حوالي 75 مليار ريال لشراء 750 ألف سيارة جديدة، فسوق السيارات بالمملكة ينمو بمعدل سنوي يتجاوز 10%. وتؤكد الدراسات الحديثة تجاوز مبيعات السيارات في السعودية حاجز المليون سيارة في عام 2018، وتشير الدراسات إلى أن سوق السيارات السعودي يشهد نمواً متواصلاً خلال الأعوام المقبلة، كما وتعد شريحة المستهلكين من فئة الشباب الأعلى معدلاً، والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً. ويقدر السوق السعودي بنحو 2.5 مليار دولار، حيث تستمر المملكة بالاحتفاظ بالحصة الأكبر من السوق بين دول مجلس التعاون الخليجي بحسب أحدث الإحصاءات، إذ أن أكثر من 2 مليون سيارة موجودة في المملكة، وذلك من أصل 4.5 مليون سيارة في دول المجلس. أستاذ صلاح، بعد ما تابعنا هالتقرير، هل في أعمار معينة للأشخاص اللي بيجوا لعندك حابين أن يعملوا تعديلات على السيارة؟ من ناحية الأعمار ما لها عمر معين. ما في عمر معين أبدا، من اللي موجود توفر. طب جنسيات معينة بركي؟ حتى الجنسيات ما في، ما في ابدا، لان هذا الشيء متناول الجميع. اوكي، بس التوجيه نفسه هو اهم شيء يكون في الموضوع هذا. طب شو اللي بيعدلوه اكثر شيء؟ شو اللي بيطلبوه اكثر شيء انه يتعدل؟ زيادة الهورس باور، قوه السياره. طب يعني الطرقات ما بتساعد هالقد؟ مش شرط. انا في بدايه حديثي اللي تكلمت وياك، نحن يعني نوجه الشباب للاماكن الصحيحه. اوكي، يعني عندنا الحمد لله البلاد ما قصرت، فتحونا حلبة مرسياس موجود فيها دراج ريس، وفيها تراكينج داي اللي هو في حلبة الفورمولا 1 اللي صار يقدر يستخدمها، وفي حسب يعني تقدر اللي هو الانسان اللي هو يريد يمشي فيه. فتوجهنا دائما، يعني انا كراعي شركة سبونسر في حلبة ياس، توجهي كامل لحلبة ياس للأماكن الصحيحة، لأن هيك الأماكن اللي موجودة، لأن فيها الإسعاف وفيها ضبط. قديش عم يلتزموا الشباب اللي أنت عم بتقوله؟ الحمد لله فئة كبيرة تغير تفكيرها وتوجهت لهالشيء. أوكي، عادل تلتزم أنت بهذا الكلام اللي عم يحكي؟ ما بدنا نحكي يعني، إنه حب إنه هيك يكون في صراحة بالموضوع. أكيد فعلاً. أكيد، لأنه كل أسبوع عم بوفرونا يوم أو يومين مشان ندعس ونفرغ الطاقات مثلاً اللي عنا بهالمكان الصحيح. برا في خطورة كبيرة، مثلا في ناس لا سمح الله صار حادث صار كذا، في خطر علي وعلى الناس جميعا. فلهذا السبب نتجه للمكان الصحيح وندعس هناك، والحمد يعني كل أسبوع ويوم أو يومين فيه، فما في داعي أنه ندعس برا. في شغلة يعني أنا هاك اليوم في موضوع صار، قصة أتذكرها. يعني واحد من الشباب، واحد من أعز ربعنا من أصحابنا، أوكي، سويت له سيارته وهذا، فطلع كله يسرع يعني. وصلنا الخبر إن الريال وايد متهور في الشوارع وهذا، أعطيته كلمته مرة ما حسيت أي نتيجة، اتصلت فيه تليفون قلت له تعال فلان أباك تي عندي شوي، أباك موضوع هذا، عندي برنامج جديد بنزل لك إياه في السيارة. بالفعل أول ما وصل سويت له لوك سبيد على 100، ولا يقدر يطلع على 100، ولا يقدر. خليته شهر لين ما اتعلم انه يمشي بشوي شوي. تنصح الناس فعلا اللي عندهم هالهوس بالسيارات وما بيقدروا انهم يلتزموا بسرعات معينه، انه فعلا انه يعملوا لك على سرعه معينه؟ مش كل شخص عنده امكانيه القدره انه يتحكم في نفسه. فاذا الشخص حاسس انه مش قادر يتحكم، ففي طرق ثانية نقدر نسويها يعني أساس الإنسان يبدأ يتحكم ونساعده يعني فيه. إحنا في معرض حديثنا هذا لابد نحن نتحدث عن هذه المشكلة، بأن هذه القضية يعني عندنا مثال يمكن طيب جدا يعني أخونا والكلام كله طيب، ولكن الواقع وأمر الواقع اللي نشوفه في الحياة أن القاتل الأول لشبابنا في دول الخليج هي السرعة والسيارات. للأسف السيارات هي القاتل الأول. يعني تتكلم عن نسبة الشباب التي يتوفون سنويا نسب مهولة يعني في دول الخليج، مش موجودة في العالم ككل. طيب خلنا نحلل ليش هذا الشيء موجود. توفر المادة هذا جزء منه، نقص التوعية هذا جزء منه،
على الأنظمة والقوانين هذا جزء منه. عدم توفر المكان المناسب يمكن يعني حلبة ياس يمكن هذا مثال مشرق، ولكن يمكن نحتاجه في أماكن أخرى أيضا أن يكون موجود. فهي الفكرة بشكل عام أن متى تحولت هواية الإنسان الأساسية إلى أنه فقط سيارة، هذا إنسان بالتأكيد بيكون إنسان سطحي. يعني من هذا الشخص اللي اهتمامه في الحياة فقط السيارة، آخر همه في الحياة أنه يفكر في السيارة؟ لا، السيارة شيء مهم ولكن هناك أولويات في الحياة، خلني نحسب أولوياتنا. في كناس شباب كثير يقول لك أنا ما تسلفت واشتريت سيارة، صحيح، ولكن شو ادخرت؟ يعني ما نسبة الشيء اللي ادخرته من السيارة؟ إني أنا والله كل يمعنا 200,000، والله يا فرحتي رحت ما تدينت بس اشتريت السيارة ب200,000. طبعا هذا مثل ما عمل عادل اشتراها ب380,000. أنا ما أدري شو الإمكانيات مالت عادل، بس أنا أرى بأن الإنسان لازم يكون عنده أولويات. مثلا أنا من راتبي أحط مثلا خلنا نقول 20% للسيارة، 20% للمنزل، 40% تبقى لي مثلا 60%، 60% مثلا 20% متطلبات الحياة، لابد أني أخلي سنة شهريا مثلا ادخاري 10% من راتبي من دخلي. هذه الأشياء لابد أن كنت محسوبة، لكن للأسف الشباب يركضون وراء موضوع السيارات والتعديل وهذه الكلام، يعني بسبب نقص الوعي والثقافة. يعني أين هي؟ هناك نقص على فكرة في دور المؤسسات. وين هالمؤسسات اللي تجذب الشباب؟ يعني ليش ما تكون الرياضة على فكرة توجه؟ يعني الشاب المفروض انه يكون صح من ضمن اهتماماته شو اسمه السيارات، لكن اين الرياضه من اهتماماته؟ على فكره في نقص كبير جدا في اهتمام الشباب في الرياضه، نسبه السمنه قاعده تكبر 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 تكبر، الامراض قاعده تزيد في الشباب، حالات الوفيات قاعده تزيد في الشباب. ليش؟ بسبب ان احنا كمؤسسات متخصصه ما قاعدين نجذب هؤلاء الشباب الى هوايات تفيدهم في حياتهم. السيارات يعني عندنا مثال مشرق هوايته تحولت الى مصدر دخل، لكن 90-95% من الناس اللي هوايتهم السيارات ادت بهم هذه الهوايه الى الهلاك. صحيح صحيح. طيب نحن أجرينا مشاهدينا هاللقاء مع أحمد، وتعرفنا على مجموعته الكتير كبيرة من السيارات إذا تحبوا تتعرفوا عليها هلأ، واللي زي ما كان عم بيقول بأنه بكنلا محبة كتير كبيرة وكتير خاصة. منتابع سوا. رجل يهوى جمع السيارات القديمة ذات القيمة التاريخية والتي كانت ملكاً لشخصيات تاريخية مثل الملك فاروق أو لنجوم كبار أمثال فريد شوقي ومحمد فوزي وعمر خورشيد وغيرهم. استطاع هذا الرجل أن يجمع 50 سيارة نادرة خلال 40 عاماً، ومع ذلك لا يركب واحدة منها ويكتفي بمشاهدتها على أمل أن يتمكن من أن يقيم متحفاً لهذه السيارات. أعشق كل ما هو قديم، وكل أي شيء قديم أعشقه عشق غير عادي، لأن الشيء القديم هو الشيء الوحيد اللي يدل على الأصالة الجميلة. العربية دي دوج رام، ودي سيارة معمولة من صناعة خاصة بتبقى للخاصة الملكية. دي كانت أول سيارات دخلت القصر الملكي، كانت بتعمل مصنع خصيصا للملوك والرؤساء، برضو تبع الأسرة الخاصة الأسرة الملكية. بتتعمل العربيات دي مواصفات خاصة كلها. ليه؟ لأن كان الملوك مصر كان زمان ليهم شأن عظيم في العالم كله، كان بيعتبروا ان مصر دي هي المصدر الوحيد للاقتصاد العالمي. كان اي مصنع بينتج سيارات كان دايما يهديها لملوك مصر. وبالرغم من ان هذه الهواية كلفته الكثير، الا انه يرفض بيع اي سيارة من السيارات التي جمعها حتى ولو بضعف الثمن الذي اشتراها به. شرايا لاي عربية، بكل عربية بيبقى لها طعم خاص. في عربية ممكن اشتريها لانها لماركتها، للماضي بتاعها، لكل حاجة فيها جميلة، للماتيريال اللي فيها. وفي عربيات اشتريها للشخصية اللي كانت ركباها. في عربية في شخصية تزين السيارة زي سيارة ملكية. شركة بنت اللي مش شركة عادية، بنتي ورولز رايس هما الاثنين شخص واحد،
وشوف حضرتك العداد يعني عربية تمشي 180 ميل. شوف حضرتك عاملة ازاي عصاية الفتيس، شوف المنظر، شوف الدركسيون نفسه، يعني فتحة سقف 47 وكانت فتحة سقف وتكييف وإزاز والكلام ده كله. شوف حتى البدال نفسه، البدال مكتوب عليه كلمة بنتلي، حرف البي. صورة كلها داخليا معمولة من الخشب الأبانوس الخالص، وبل الجلد نفسه، الجلد هو معد انه جلد طبيعي، بس الدباغة بتاعته ما بتبقاش دباغة عادية بالكيماويات والكلام ده كله، لا دباغة معمولة من الدباغة الخاصة. الإزاز بتفتح عبارة عن نص لفة، يفتح عن نص لفة. الموكيت ده شموع من نوع أنواع الشموع الخاص. دي عربية 4600 سي سي تقريبا. الموتور ده متجمع كله يدوي، كل مسمار مكتوب عليه بنتلي. شوف حضرتك كل مسمار مكتوب عليه بنتلي. هم كانوا زي ما بيصنعوا العربية بالشكل الجميل ده بيدوروا على الشخصية مين اللي هيركبها. كل سيارة من سياراته الثمينة لديها قصة وحكاية ومطاردات في المزادات. عشقه لهذه السيارات القديمة أوصلته إلى شراء بعضها دون معرفة قيمتها. كنا عم نشوف حتى بالتقرير اللي قبله بأن السعودية هلأ هي أكبر سوق للسيارات، ومعروف أيضاً بأنه أكبر حوادث السيارات دائماً واللي بتوصل لحد الوفيات موجودة أيضاً بالسعودية. صحيح. أنتوا شو بتشجعوا هون؟ ما شجع على طريقة الخطأ أكيد، بس احترام القوانين هذا شيء واجب على كل إنسان مقيم على دولة الإمارات أو في أي دولة، في أي مكان بالعالم. احترام القوانين ينم على احترام الشخص لنفسه. يعني الإنسان ما يبقى من يحترم الإنسان، من يحترم نفسه يفرض احترامه على الناس اللي حوالينه. فأنت في الشارع حالك حال أي إنسان موجود في الشارع، فإذا مثل ما أنت بتقيت وغير تقيت بتخف عملية الحوادث، بتخف أمور وايدة عنا في الشوارع. بس عندنا استهتار من الجنسيات معينة. في استهتار. في استهتار. نعم. يعني أنا يمكن عندي سؤال أستفسر منكم، يعني أنا ما عندي الخبرة الكبيرة في عالم السيارات، لكن أنا مثلا سيارتي سرعتها أو قوة الهورس باور مثلا مالها كذا، أنا أروح أزيد قوة السيارة وسرعتها وكذا، ما هو المتوقع أني أسوي بهذا الشيء؟ هل أنا زدته عشان أتفرج عليه؟ هذا هو السؤال. أنا زدته يعني، طبعا أنا يعني، يعني مثل سيارة عادل هي أوريدي سيارة قوية، أنت رح تزد قوتها بس عشان الحلبة بس مش أكتر؟ نعم. بس عشان هيك؟ بس عشان الحلبة. ودائما كلهم بيكونوا عشان الحلبة؟ لا، والبكالة اللي ما في حلبة بالنسبة لي. أنا بالنسبة لي وضعي ثاني، أنا أحب من النوع اللي أحب أحس بالجي فورسز الريسبوندينج نفسه من الماكينة، صوت الماكينة. ما بشوي سألتك صوت الماكينة عالي قلت لي لا. الصوت الداخلي انترنال، بعدين الحين نزل نظام تطور العالم الحين مش نفس أول، يعني لازم الإنسان يسوي إزعاج على أساس إنه هو يسمع يعني. مش مزعج انك تضلك عم تسمع صوت السياره كثير او بالعكس؟ يعني شوفي صوت السياره بالعكس، يعني مثلا في الحلبات نحن نكون لابسين الهلمت، اوكي، فما تقدرين تسمعين الصوت نفس الشخص اللي يكون برا، يعني انه بدون واقي في الاذن او شيء. وطبعا مثل ما تفضلت يعني هاي النقطه اللي احنا نلاحظها، يعني تعرفي انت يوم تقعدي مبسوطه وتسمعي ام كلثوم كذا يعني نفس الشيء انت اكيد هنا الهوايه تكون شغف في الانسان، تصل الى مرحله انه خلاص يصبح مثل نوع من انواع الادمان، يحب هذا الصوت انه يسمعه. يعني شوفي مدى ارتباط الهوايه بالانسان او ارتباط هذا الموضوع بالانسان، فهو ارتباط كبير. طبعا هذا شيء نما مع الايام ومع السنين ومع كذا. بيجوا عندك نساء ليعدلوا بسياراتهم؟ ايه موجود، سواء كان في الدوله او خارج الدوله بيجوا. ايه نعم يسوون سياراتهم، بالعكس نحن يعني ما في اي شيء، يعني بالعكس ليش الانسان ما يكون مستغرب من هالشيء؟ لا ما يعني حتى بالنسبه للجنس اللطيف يعني موضوع وصل الى مرحله اجتماعيا، فلان رايح يخطب شو سيارته؟ تخيلوا إلى أي درجة وصل. يعني هنا في عندنا مشكلة اجتماعية، إنه مثلا من ضمن الأسئلة أصبح إنه شو سيارة، رغم إنه كلياتنا بنعرف بأنه ثلاث أرباع الشباب اللي راكبين سيارات حلوة وفعلا كلياتها مرهونة للبنوك، يعني كلياتنا بنعرف. بالتأكيد بالتأكيد، ولا والأكبر من ذلك يعني يوم راح خطب راح تسلف سيارة صاحبه وراح خطب فيها. هذا أمر واقع يصير في المجتمع مع الأسف. هنا لما تكون معايير تقييم الإنسان
هي الأمور القشرية اللي حواليه. طب قد ايه سيارتنا بتحكي عنا؟ قد ايه سيارتنا بتشبهنا؟ بالتأكيد بشكل كبير طبعا في كل إنسان جزء يعني من 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 المقتنيات تؤثر فيه حقيقة. يعني مثل ما قلنا الإنسان اللي يركب هذه السيارة وقوى قوة المحرك ويحب يسمع صوتها، هذا إنسان بيأثر فيه، بيعطيه نوع من أنواع القوة، بيبدأ يشعر بالقوة من خلال سيارته. وتشوف الناس اللي يحب سيارة صغيرة، اللي يحب السيارات الفورويل الكبيرة، بتدل على شيء بالشخصية. أكيد أنا لما أفكر أني أروح على أي شركة وأشتري هالنوع من السيارات، ولما تصير سيارة سيارتي جوا الاهتمام فيها بيأثر بالتأكيد. يعني أنت إذا طلعت معي بسيارتي بتقدر تفهم شخصيتي من سيارتي 100%. يعني مثل لبسك يوم أشوفه أعرف شو شخصيتك، مثل المنزل اللي الإنسان يعيشه أعرف شخصيته، الألوان اللي بيختارها، الألوان اللي يختارها، كل هذه الأمور هي نوع من أنواع تعكس شخصية الشاب. لذلك الإنسان لما يشتري سيارة شيء مهم جدا إنه هو اللي ينتقيها. يعني هذا شيء مهم جدا، يلتقي الألوان، يختار شكلها، يختار نوعها، هذا شيء مهم جدا. ولكن طبعا لابد من أنه يكون عاقل بما يكفي ليختار الشيء المناسب. طب فسر لي اللي بيحبوا السيارات الفور ويل شو ممكن تطلق عليهم اسم؟ والله المحبي السيارات الفور ويل هذيل ممكن يكونوا هم الناس اللي يعني مثل ما تقول يحب دائما أن كلمته هي الأقوى، يحب دائما أن شخصيته تكون طاغية على الجميع، يحب دائما الحضور، يحب دائما مثلا انه يكون يعني جاهز لجميع الاحتمالات، انه ممكن في لحظه الاندفاع، لحظه دخل البر، رجع من البر، لحظه ممكن يركب في سيارته 7-8 اشخاص. حلو. توحي بهذا الشيء. مثلا الشخص اللي راكب سياره صغيره بابين وكذا، هذا شخصيته توحي بالاندفاع، توحي بانه روحه شبابيه. اذا كان كبير في السن يحاول انه يلتقط مثل ما تقول بعضا من ايام الشباب. الشخص اللي يركب السيارة الصالون العادية مثلا بغض النظر عن ماركتها، هو الشخص المنزلي، يحب أهله، يحب الأسرة. طبعا هناك اختلافات وتفاوتات، ولكن بالمجمل ممكن ان احنا نحط يعني مثل ما تقول فريم عريض لهذه الشخصية. طيب اوكي، عادل من السيارة اللي قالها والله فعلا تشبهه هيك مثل ما يعني عليه. عادل يعني معلش اخوي عادل لا تزعل مني، ولكن عادل يمكن مثاليته كانت أكبر من إنه يعني نحدد شخصيته. يعني مثلا أنا يومية أتكلم إنه أقول اشترى سيارة وكذا ودفعهن كاش، طلع فلوس كاش ودفعهن واشترى السيارة وزودها وكبرها وما عنده غير مخالفتين. غير مخالفتين يعني شوية الموضوع يكون مثل ما تقولي إنه يدل على إنه إنسان مثالي جدا في حياته. أوكي. ويمكن إنه وصل للمرحلة إنه قدر يفصل الهواية بأشياء الإيجابية من أشياء السلبية. ولكن في أغلب الناس، أنا واحد من الناس يمكن ما أقدر توصل لهذه المرحلة. أنت هيك عادل؟ أنت هيك؟ طيب خلينا نتعرف على شغف واحد من أصغر مقتني السيارات بالعالم واللي بتبلغ قيمة سياراته 12 مليون دولار وهو ما تجاوز عمره 22 سنة. ضياء العيسى ابن 22 ربيعاً هو ابن الملياردير محمد العيسى، وهو طالب سعودي يجسد حلم كل شاب في عمره. ففي الواقع أن ضياء يعتبر من أصغر الأشخاص في العالم الذين يمتلكون مجموعة من 30 سيارة فاخرة بقيمة 12 مليون دولار. واللافت أن كل هذه السيارات تحمل نفس اللوحة الرقمية التي اشتراها الوالد بأكثر من 153 ألف دولار، أي ما يقارب 590 ألف ريال سعودي. وبحسب بموقع بيزنس إنسايدر فإن العيسى دفع أكثر من 71 ألف دولار ليحجز سيارة لامبورغيني أفنتادور، ويعتبر ضياء العيسى الوحيد الذي يمتلك هذه السيارة في المملكة العربية السعودية. واللافت أن العيسى يمتلك مجموعة من السيارات النادرة والفريدة، منها 3 لامبورغيني و5 فيراري و5 سيارات بورش، فضلا عن مجموعة من سيارات رولز رويس وبنتلي بي ام دبليو وغيرها من السيارات الفاخرة. ويضيف الموقع أن هذا الشاب السعودي ضياء العيسى يهوى القيادة، فهو لا يكتفي بعرض السيارات كما يفعل السلطان بروناي، إنما يقود سيارته بنفسه. وللأسف احترقت سيارته من نوع فيراري 458 إيطاليا في تموز يوليو الماضي. يعني مش قادرة على صراحة على التقرير نهائيا. شو بتقول لعادل انت هيدا؟ شو هيدا هوس ولا
عشق ولا شو اسمه؟ هو اللي أظن إنه يعني بيجمع الاثنين. عشق السيارات، بحب إنه يكون عنده كولكشن من جميع أنواع السيارات، وشكله فيه يعني قصة بينه وبينهم، يعني بحبهم، بحب هاي أنواع السيارات، بحب يمتلكها كميات منها. هذا حتى مش استثمار، مش استثمار نهائيا، لأنه هو بيسوقهم وبيستعملهم كلياتهم، يعني ما بعرف إمتى وكيف وليش، بس بيستعملهم كلياتهم. سبحان الله، الله منعم عليه، والله يرزقه إن شاء الله ويزيده إن شاء الله. يعني أنا أنظر الموضوع بشكل مختلف يعني عن إخواني. طبعا هيدا اي ستيج ولا مش طبعا ستيج؟ لا انا بقول يعني ان القناعه كنز لا يفنى، والله يحفظها ويحمي شبابه ويحفظ السيارات، ولكن احنا امام هنا امام مشكله حقيقيه. يعني انا يعني ما بتحدث عن الشخص، ولكن هذا الظرف بان شخص عمره 22 ويمتلك هذا القدر من السيارات، يعني ما اعتقد انه يعني الوقت التي صرفه من اهتمام لكي يقتني هاي السيارات ويحافظ عليهن وكذا هو كثير. يعني انا اعتقد انه يعني عمره 22 سنه، يعني انت بدك تحكي على 4 سنين مثلاً، من لما ابتدى اخذ رخصه القياده 4 سنين، باربع سنين هالكميه 22 سياره. طبعا يعني هذا محتاج انه يعني مدح، لابد انه يقيم مدى اهتمامه، ما مدى اهتمامه بالعلم، ما مدى اهتمامه بالثقافه، ما مدى اهتمامه بالرياضه، ما مدى اهتمامه بالصحه، ما مدى اهتمامه بالجنس الآخر، ما مدى اهتمامه، يعني كل هذه الأمور يمكن قد تطغى عليها في بعض الأحيان الهواية. طبعا إذا طغت إحنا أمام مصيبة كبيرة. يعني أنا قد يكون عندي شخص يمتلك أفضل سيارة في العالم، ولكن هو حقيقة شخص فاشل في دراسته، فاشل في حياته، فاشل في دنيا. هل هذه الهواية يعني نفعته في حياته؟ لا، هذه الهواية أودته إلى الهلاك. فنحن ندعو الآباء، أن الآباء يعني أوكي الله منعم عليك تبدل لعيالك دللهم، ولكن الإسراف في الدلال في بعض الأحيان قد يؤدي إلى المهالك. نعم. طيب هنتوقف مع فاصل، وبعد الفاصل رح نرجع نكمل موضوعنا، وبندخل بعد شوي على موضوع الجنس اللطيف وهوى السيارات. خليكم معنا. من جديد لكل الأصدقاء المشاهدين. يعني الحديث حقيقة عن عالم السيارات حديث كتير جميل، خاصة إذا دخل فيه هلأ الجنس اللطيف، لأنه يبدو أنه مش فقط الرجال عندهم هالشغف في عالم السيارات، بل حتى أيضا النساء في عندهم نفس هالشغف. معي اتصال هاتفي مع سائقة الراليات السعودية مروة. مروة مرحبا. هلا، مساء الخير. كيفك مروة، شو أخبارك؟ تمام الحمد لله بخير. مروة، حابة هيك تحكي لي إمتى ابتدى يكون عندك هالشغف في عالم السيارات، وليش اخترتي تحديدا مهنة إنك تكوني إنك تمارسي رياضة الراليات؟ يعني هي الهواية بدأت من يعني العمر صغير، يعني منذ الطفولة. أوكي. وكان عندي شغف في السيارات وال يعني المغامرات. شو اللي جذبك؟ يعني أنا بعرف البنت من هي وصغيرة شو بتحب؟ بتحب ألعاب البنات، الشباب هن اللي بيكونوا بيحبوا موضوع السيارات وغيرها. شو اللي جذبك أنت لعالم السيارات؟ أنا أحب دائما المغامرات والأشياء اللي فيها يعني فيها شيء من الإثارة. يعني أنا لعبة كاراتيه وعندي حزام أسود، فأنا أحب الأشياء اللي يكون فيه مغامرة ومحتاج يعني قوة جسدية. أوكي. كيف كان ينظر لك الرجال بالحلبة مروة؟ بالعكس، هم في كثير ما يتوقعون اني انا ممكن انا ادخل هذا النوع في هالمجال، يعني لاني انا مش مسترجلة في ناحية اللبس او الشكل. بالعكس، انا اهتم بالفاشن واهتم بالتصاميم واهتم بالشعر وبالتجميل. بس هي مجرد هواية، يعني ان شيء انا احبه واقدر ان انا امارسه، فليش لا. طب هل قدرتي انك تنافسيهم بمجال، يعني طالما اعتبروا حالهم هن اللي احتكروا؟ اي، انا نافست، انا كنت اشارك في دبي والبحرين في سباق اللومينا CSV. انا كنت البنت الوحيده ضمن 15 رجل تقريبا.
طب أهلك كيف كانوا يتعاملوا مع هالموضوع؟ يعني شوفوك البنت الوحيدة بعالم راليات، كلياتهم شباب، وأنت البنت الوحيدة الموجودة بيناتهم بهيك هواية. يعني الوالدة طبعاً هي كانت رافضة فكرة السباق بشكل عام، مش فقط لأنه هو ضمن الرجال أو غير ضمن الرجال، هي بالنسبة لها خوفها على بنتها، فهي كانت رافضة فكرة أني أنا أدخل هذا المجال. أما بالنسبة لأختي وصديقاتي وأبوي كانوا بالعكس من يعني معاي في هالموضوع، من مشجعيني يعني. مروة شو السيارة اللي هلأ عم بتسوقيها أنت؟ هاي سيارتك الخاصة بعيداً عن عالم الراليات. بنسوي لهم دعاية شي بعدين. مش مشكلة، نحن اليوم مش عم نعمل دعايات، عم نشوف كل شخص كيف بيكون هيك. هلأ شوف لي من سيارتها، بدنا نعمل تحليل لشخصيتها بعد شوي. شو السيارة؟ عندي سيارتين، في عندي بي ام دبليو سبورت سيدان، وعندي تراك جي ام سي 6 ويلز. هل عملتي لهم شيء تعديلات وانت هيك عم بتسوقين، خاصة انه انت بطلة راليات، عملتي لهم شيء تعديلات ولا لا؟ بتسوقيهم عادي؟ البيك اب هي بس البي ام دبليو لانها لكجيريوس شويه فما حبيت العب فيها، لكن الجي ام سي تراك مسويت لها تزويد وتعديلات. نعم. طب مروة، هل انت شخص حريص جدا على انه تكون دائما سيارتك جديده، تجدديها كل سنه، تغيريها دائما؟ تعتبري السياره هي وسيله ام انه لا، السياره ما عادت وسيله هلا بالحياه، صارت اكثر من هيك بكثير؟ لا هي لا، انا من النوع اللي ما احب ابدل كل سنه، بالعكس يعني انا سيارتي البي ام دبليو من سنه 2006 للحين معايا. اوكي. الجي ام سي سنه 2012، وانا دائما احب احتفظ بالاشياء اللي استخدمتها، فما اعتقد يعني اني انا يعني حتى لو احتفظت فيها لمده 6-7 سنوات، بس مش من النوع اللي احب ابدل، دائما عندي هالاحتفاظ بأشياء الخاصة، فما أحب أبدل دائما. مروة، هل بتلاحظي أنه هلأ نحن صرنا عم نعيش بأيام أصبح موضوع السيارة هو عبارة عن هوس أكثر من أنه هو وسيلة؟ عم بتشوفي حواليك هيك عالم عم بيعانوا من هالهوس؟ أي طبعا أكيد، إحنا في مجتمع، خلنا نقول إذا مجتمع الخليج بشكل عام عندهم هذا الهوس، لأنهم يشوفون أن السيارة هي اللي تحدد الشخصية، مش الشخصية هي اللي تحدد الشخص نفسه. طب كيف بيحكموا عليك أنت من سياراتك؟ أولا لما أركب التراك يتحروني إنسانة مسترجلة، لأن ما في مثلا مرأة، يعني مع أني أنا لما أكون راكبة التراك أكون بكامل أناقتي الأنثوية، يعني حتى لما أنزل من السيارة يستغربون أن هذه هي اللي تسوق هاي النوع من السيارات. فأنا بالنسبة لي السيارة هي، أنا بالنسبة لي السيارة وسيلة، وفي نفس الوقت شغف بحب بقوة السيارة. يعني أنا لو رحت واشتريت مثلا سيارة باهظة الثمن، مش لأنها مجرد غالية ومجرد أني أنا أبغي تشو أوف مثلا قدام الناس أني أنا أسوق سيارة غالية، لا، ولكن أنا أنظر للبرفورمانس ولقوة السيارة ومحرك السيارة أكثر من أن هي سيارة ثمينة. أوكي، شكرا كثير لك يا مروة، وانتبهي على حالك إن شاء الله. نتمنى لك دائما السلامة، شكرا كثير لك. شكرا. النساء أيضا صاروا بيفكروا بقوة السيارة. لا ما فيها شيء. بالتأكيد يعني تعرفي الأخت مروة، أنا أوجه لها كل التحية والتقدير والاحترام. أنا لاحظت أن الأخت مروة كانت دائما تحاول أنها تثبت أن أنا أنثى وأن هذا، وهذا بالتأكيد أنا يعني أشد على يديك 100%. الرجل غزا عالم المرأة على فكرة، الرجل أهم مصففين الشعر في العالم، والأزياء أيضا، الأزياء هم رجال، والطبخ هم رجال. نعم. الرجل غزا عالم المرأة. طب المرأة خليها تدخل شوي في عالم الرجل، يعني ما فيها شيء، بل بالعكس المرأة مثلا تخيلي إذا رجل هوسوا المرأة، هوسوا عفوا هوسوا السيارات وكذا، أجد زوج واحدة بعد فاهمة في الموضوع، ممكن هذا بيكون شيء مشترك ما بينهم، يعني ممكن يكون شيء جميل في حياتهم انكم الاثنين فاهمين. تجدي في كثير من الاحيان شاب مهووس في السيارات اجت تزوج واحدة مش قادرة تتعامل معه او تفهم قيمة هذا الشيء اللي هو يتحدث، هنا بيكون في مشكلة ما بينهم. ولكن المرأة اذا كانت دخلت عالم الرجل هذا شيء نشجعه ونقول يعني فلينطلقوا في هذا العالم، طالما ان هذا الشيء لا يؤثر يعني على انوثتهم على طبيعتهم حياتهم العمليه فلينطلقوا فيه. طب عادل، انت لو كنت بحلبة السباق هيك وشفت امراه، انتم 14 رجل 15 رجل، وشفت امراه هيك مثل مروه موجوده بيناتكم، تقبضوها جد هيك ولا ليك 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 شو عم تعمل؟ لا انا بالنسبه لي عادي، ما في فرق بالنسبه لي بين الرجل مثلا والامراه، هي هاي هواية موجودة عند الاثنين. طب تعتبرها منافس؟ بتشكل لك مثلا منافس؟ طبعاً. بتشكل لك طبعا. يمكن إذا رحنا الأرض الواقع شوي أيضا في هذا الموضوع، دائما الرجل عندما تنافسه المرأة دائما يحاول يبين أنه الموضوع بالنسبة لعادي ولا وتفضلي وكذا، لكن هو من داخله
تجدي أن التحدي بالنسبة له يصل إلى قمة التحدي. شو عادل؟ الرجل يرفض أن تغلب المرأة، هذه حقيقة يعني. شو عادل؟ لا يعني أنا عني لما مثلا تيجي تتحداني بالعكس هذا إشي بحمسني أنه في تحدي، وما أنا بالنسبة لي ما عندي مشكلة إذا هي سبقتني خلاص مبروك، أنا ما عندي مشكلة. ما عندك مشكلة يا عادل؟ ما يعادل قلنا أنت مثالي. يا عادل شو المثالية اللي أنت فيها؟ أنا هيك يعني، أنا هذا تفكيري يعني، لو شاب سبقني ولا امرأة نفس الإشي بالنسبة لي. هذا أشد على يديك وأحسنت، وهذا المثالية حتكلم عنها، ولكن في أرض الواقع الرجل دائما إذا حس أن المرأة بتغلبه بيكون الموضوع أشد وطأة عليه من أن رجل يغلبه. هذه حقيقة يعني أمر واقع نعيشه في الحياة. لذلك لابد أن الرجل يحاول أن يرتقي شوي بفكرة، وأن ينظر إلى المرأة بنظرة المساواة، مش ينظر لها دائما أيه أنا بساعدها بدلها بقولها. دائما الرجل يحاول دائما يثبت أنه هو الأفضل في هذا المجال. فعندما تغزو المرأة عالمه يشعر بالتهديد. شو مزبوط هالكلام؟ تنزعج لو سبقتك مرأة؟ أنا تعلمت في مدرسة الـAMG على يد مرأة يعني. على يد مرأة. حلو، جميل جدا. طب خلينا نتوقف مع احد المصممين واللي ترجم كل اللي عم نحكيه، وهالشغف الكتير كبير بالسيارات الى اثاث للفنادق والمنازل. منتابع. ممكن تعيش ببيت مثل هيك؟ لا أكيد، بالتأكيد. أبداً؟ أكيد لا. أنت عادل باعتبارك بتحب السيارات كثير، ممكن تعيش أو يكون عندك غرفة بالبيت هيك؟ ما عندي مشكلة. ما عندك مشكلة؟ لا. بتعيش ببيت مثل هيك؟ أكيد. ولا؟ هيدا بدل معناته فعلاً بأنه الموضوع نوع من أنواع الشغف موجود بحياتكم. والحب ممكن. مثل ما قلت لك في البداية هو كان هواية وتنمت على شيء أكبر منتي يعني. صار موجود عندك شيء بركي هيك بالبيت إلو لا بالسيارة ولا لا؟ أكيد. أنا بروح بعض الأحيان بشوف مثلا دولاب سيارة عاملينها صحن سيجارة أو شيء هيك. في ساعات، في عن عبارة عن إطار مال السيارة موجود ببيتك؟ أي موجود. وأنت عادة شو عندك شيء ببيتك هيك بدل على حبك للسيارة؟ أنا عندي هاي السيارات الصغيرة. أوكي. هاي أنا بحب أجمعها عندي. هذا الشغف ما بيكون وليد اللحظة، هذا الشيء بيكون موجود يعني تعال شوف الأطفال أول ما يولد سنة سنتين ثلاثة، البنت بيكون في عندها توجه للعبتها، سبحان الله الولد بيكون فورا للسيارة. لا هو تعرفي هذا في طبيعة الإنسان يعني، حتى في من الطفولة المبكرة هنا فرق التربية وفرق الهرمونات وطبيعة جسم الإنسان تختلف من الولد إلى البنت. تجدي أن في الفترة الأولى من تكون الطفل يكون في تشابه ما بين الولد والبنت، لكن أبدأ أول ما يبدأ الوعي بالإدراك تجد أن الطفل البنت تتجه على طول للألعاب الأنثوية وكذا، ويتجه الولد دايركتلي إلى الكرة والسيارة والمسدس والأمور التنافسية. دائما اختيارات الرجل تختلف عن اختيارات المرأة. موضوع السيارات ليش دائما هو مقتصر يمكن على الرجال، أو يعني كثير يعني الأغلب فيه هو الرجال أو قادة الموضوع هم الرجال؟ لأن الرجال دائما هرمونات الرجولة عند الذكر اللي هي التستوستيرون تخليه يتجه دائما إلى الرياضات اللي فيها عنف، فيها اندفاع، فيها تنافس، فيها نوع من أنواع السيطرة خلنا نقول، ومحاولة التغلب على الآخر. تنمية هذا الشعور لدى الطفل شيء خطير جدا.
نحن يعني بنساهم فيه بالتأكيد. يعني ممكن الأهل بأنه شراءهم دائما للأطفال بهالسيارة، نحن لو يلسنا طفل، يعني أني أنا يلس طفل في غرفة من هذه الغرف التي رأيناها، أنا قاعد أبني فيه من طفولته هوس تجاه شيء معين. بس هذه الغرفة فكرة كتير موجودة، يعني كتير منروح على محلات المفروشات منشوف غرف لأولاد الصبيان بتكون عبارة عن سيارات بالتأكيد. ولكن هنا يعني قد ننمي هذا الجزء، ولكن لا نغفل الأجزاء الأخرى. يعني خلنا نقول ان الطفل لابد ان الاهل هم الذين ينمون الهوايات لدى الاطفال. الطفل لو شاف ابوه كل اهتمامه على السياره، تاكد انه هو بيقلد ابوه، بيتجه وبيزيد اهتمامه بهذا الشيء كنوع من انواع محاوله تقليد الوالد او التغلب على الوالد في موضوع السيارات. لكن اذا الاب علم ابنه منذ الطفوله الرياضه، خلنا نقول لعب الكره، علم في ابنائه الاتجاه للقراءه، علم ابنائه الثقافه واهميه الثقافه، يكون الطفل ملم بكل هذه الاشياء، وفي النهاية يختار هواية، يمكن هواية واحدة، لكن هذه الهواية من المهم إنها ما تطغي على باقي أمور الحياة. نعم. طب شو الفرق بيننا وبين الشعوب الأخرى؟ يعني بمعنى، هل في شعوب عندها هوس بعالم السيارات أكثر من شعوب أخرى؟ هل نحن كعرب تعاطينا مع موضوع السيارة يختلف مثلا عن الغرب؟ تعاطينا مع موضوع السيارات يختلف بشكل كبير. الغرب يحبون يجمعون سيارات، يحبون يسوون يعدلون وهذا، بس في النهاية تعتبر وسيلة بالنسبة لهم، وسيلة بالضبط. بالنسبة لنا شو أوف بالضبط. الوضع كامل يختلف، يعني هني في دول الخليج عندنا الوضع كامل يختلف. نلاحظ نقطة مهمة، في الغرب في كولكترز، في ناس يجمعون سيارات، لكن منو هذا اللي بيروح بيجمع سيارات؟ الشخص اللي عنده. منو الشخص اللي بيعدل سيارة وبيرتبها؟ الشخص اللي عنده. ليش؟ لأن هذا تعتبر رفاهية وشيء زائد عن الحد. لكن بالنسبة لنا في دول الخليج نجد أن هذه تحولت من رفاهية إلى أساس، أن أي شخص عادي يمكن يجي ويقول لك أنا بعدل سيارتي وأرتب سيارتي وأسوي فيها كذا وكذا. في الغرب نجد أن الأساس أن وسيلة المواصلات يمكن هي المترو، المشي، السيكل، يعني أشياء أخرى، مش بالضرورة المواصلات العامة، مش بالضرورة السيارة الخاصة. اللي وصل لمرحلة الرفاهية أنه يشتري سيارة خاصة، بيشتري السيارة وبيفكر على شو؟ على الأداء، مش على الشكل، مش على طبيعة السيارة وكذا، على الأداء اللي هي السيارة اللي بتكفيني أطول فترة ممكنة. إحنا عندنا لا، إحنا عندنا الشخص لما يجي يفكر في السيارة أبداً ما يفكر شو موضوع الأداء، أنا متى بيكون بإمكانياتي أني أبدل هذه السيارة. يعني أنا مثلا اشتريت السيارة، ما هو العمر الافتراضي لهذه السيارة بالنسبة لي؟ هل الشخص مدرك لهذا الموضوع لما يجي يشتري السيارة؟ هل لما يروح يرتب السيارة ويعدلها ويدفع دم قلبه، هل هو عارف القيمة التناقصية للسيارة؟ إن كل سنة في ديبريشيشن، السعر قاعد يقل 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 يقل، هل هو حاسب هذه الأمور؟ أعتقد في الغرب يحسبون هذه الأمور وينظرون لها بنظرة واقعية. بالنسبة لنا لا، البنوك بتمول، وأنا أتحدى يعني يمكن 90% من السيارات التي تشترى وأكثر من ذلك هي سيارات ممولة من قبل البنوك. مش عيب ومش غلط، ولكن إذا زاد عن حده تحول الموضوع إلى خطر يهدد الأسرة، يهدد تماسك الأسرة. تخيلي يعني أغلب الشباب للأسف في نسب أسر شفناها حالات واقعية في المجتمع، الشاب أو الرجل رب الأسرة كل راتبه يروح للسيارات وللتعديل وكذا، والبيت من يصرف عليه؟ المرأة. للأسف يعني تخلى الرجل عن مسؤولياته وطغت عليه الهواية. لذلك احنا نحذر الشباب، يعني موضوع حلو طالما ظل ببساطة، لكن لا نحول الهوس، واللي قاعد يصير في المجتمعات الخليجية هو تحول لهوس. نعم. المجتمع عاد برأيك انت كشاب قديش عم يفرض عليك كمجتمع نوع السيارة اللي عم تشتريها؟ بمعنى هل اذا انت يعني قاعد بأوتيل سلمت سيارتك، وقفت العالم هيدي، يعني انا بشوفه وقت بنكون رايحين على ايفنت او نحضر عرس او اي شيء، وقفت العالم هيدي باللوبي تبع الاوتيل وبانتظار السيارات، كل واحد ناطر ليشوف شو سياره الثانيه، شو معه سياره. نظره المجتمع قديش بتخليك هي اللي تحتم عليك شو لازم تشتري سياره، شو السياره اللي بتقتنيها، وقد يكون عندك هواس بهالموضوع؟ انا بالنسبه لي ما بهمني. دليل انك رحت اشتريت سياره ب 380,000؟ لا، لاني بدي هاي السياره الي، مش للناس، مش مشان الناس تحكي انه فلان راكب هاي السياره او الناس تطلع علي. انا شريتها لاني بحب هاي السياره، بدي اياها الي مش لمشان الناس. وبعدين نحن كشعب دول الخليج، انا ما بسال الدكتور في الموضوع هذا، عندنا مبالغه في الشيء في جميع الامور، بنروح بالاكستريم لكل بكل شيء، في كل شيء، يعني عندنا المبالغه، والمبالغه تؤدي لامور سلبيه جدا يعني. وأتمنى أسمع رأي الدكتور في الموضوع. لا بالتأكيد هذا صحيح كلامك، يعني أن تخيل في بعض الدول العربية نجد أن أساس يعني نظرة الشخص لنفسه بعلمه،
نجد أن مثلا والله الدكتور فلان، المهندس فلان، الإعلامي فلان، يعني وظيفة الشخص هي الأساس في قيمته في المجتمع، في تقييمه في الرانكينج هذا الموجود في المجتمع. للأسف في الدول الخليجية هذا الشيء بدأ يتناقص يتناقص يتناقص، ويمكن هنا يكمن دور الأهل. سايق لك سيارة غير شكل، هذا واحد عنده سيارة عجيبة، هذا كل يوم بيكون معه سيارة، هيك صاروا البنات يعني هذا يجي الدوام كل يوم بسيارة وكأنه مو محتاج للدوام، كل يوم يجي سيارة بسعرها في الشيء الفلاني. الأهل دورهم مهم جدا. أنا أول ما تخرجت من كلية الطب يعني جيت بشتري سيارة، الوالد طبعا كان بيشتري السيارة، فأنا كان توجهي لسيارة يعني معينة من غير ما أذكر اسمها، ولكن كانت غير مناسبة حقيقة. أنا في تلك الفترة كنت شايفة أن هذه مناسبة 100% وأنا ما أبغي غيرها. الوالد قعد معي، يا ابني هذه كذا كذا كذا، ويعني في النهاية طاوعته اشتريت السيارة اللي هو كان يريد أني أشتريها. في أول الأمر كنت حاسس أني أنا ممكن يعني لو اشتريت السيارة اللي أبغيها كان أحسن، لكن مع الوقت اكتشفت أن اختيار والدي كان الاختيار الصحيح. هنا دور الأهل. أنا مو بأن ابني يعني قال لي بشتري سيارة لا خلاص روح اشتري، لا، لازم أبدأ يعني يكون في نوع من أنواع المشورة في خصوصا موضوع مثل موضوع السيارة. أنا السيارة استثمار طويل الأمد، أني أروح أدفع 300 ولا 400 ألف كاش ولا أقساط، هذه قضية استثمار طويل الأمد. أنا في حياتي كم بجمع 300 ألف؟ كم مرة بجمع 300 ألف؟ أنا لما بيجي بدي أشتري السيارة بيزهقوا مني كل رفقاتي وكل شركات السيارات، يعني بصيروا بس يشوفوني لا حول الله إجت. ما خاب من استخار وما ندم من استشار. صحيح صحيح. طب خلونا نتعرف على سيارات النجوم العرب من خلال التقرير. معظم نجوم الفن في العالم العربي يبحثون عن التفرد من خلال شراء سيارة لم يقتني مثلها أحد من قبلهم. إليسا المعروفة بميلها نحو السيارات الكلاسيكية والسيارات الفخمة اختارت سيارة BMW X6 وسيارة رينج روفر فوغ. أما الفنان راغب علامة والذي اعترف في العديد من إطلالاته الإعلامية بأنه يعشق السيارات الجميلة، فقد اقتنى عددا كبيرا من السيارات ومنها البورش والمرسيدس والهامر والبي ام دبليو والميني كوبر. أما آخر سيارتين اقتناهما فهما مرسيدس بنز إي كلاس 2010 وسيارة بنتلي. ننتقل إلى الفنان راشد الماجد والتي أصبحت سيارته مايباخ سبورت أشهر من نار على علم، ليس لأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط فحسب، بل لأن صاحبها لم يسمح لنجم هوليوود توم كروز بأن يستعيرها لتصوير أحد مشاهد فيلمه الجديد خلال تواجده في دبي مؤخراً. ولأن الفنانة هيفا وهبي تحب المغامرة والسرعة ولا تخشى المخاطرة اختارت سيارة الفيراري بالإضافة إلى مجموعة من السيارات الفخمة. وللفنان عاصي الحلاني أيضا اهتماما كبيرا بالسيارات، ذلك يظهر من خلال العديد من فيديو كليباته، وهو يمتلك عددا من هذه السيارات لكن المفضلة لديه هي البنتلي. أما بالنسبة لوائل كفوري فالهامر الكبيرة هي المفضلة لديه والتي تعبر عنه أكثر. وأخيرا نجوى كرم لديها عدد كبير من السيارات لكن المفضلة لديها هي الجاغوار الراقية. يعني دانيا عاملة هالتقرير لتقهرنا. متحسر شوي. سيارة ولا سيارتين ولا ثلاثة، نحن بنحب السيارات كمان. ما هنا لابد أن الإنسان يبدأ يفصل ويرى مكانته في يعني إمكانياته وين. يعني ننظر لها الناس ما نحسد عنهم ولا نغبطهم، يمكن نتمنى أن يكون الإنسان يعني عنده هذه الرفاهية، ولكن لابد أن الإنسان يرى الحد الفاصل. هذا الشخص عشان يمتلك هذه السيارة بنى نفسه، نجح، كون نفسه. السيارة هاي ما اشتراها من ورث أبوه يمكن ولا من الهوى، إنما هو كد وتعب وكون اسم فنان، يمكن يعني شقف حياته لين ما وصل لمرحلة إنه قادر يشتري هالسيارات. أنا عشان أي وقارن نفسي في هذا الشخص ما أفكر إني الحين أروح البنك وتسلف، لا، أفكر متى بوصل لمرحلة النجاح الكافية إني أنا أقتني بعض من هذه السيارات، متى بيكون عندي الإمكانية بعد ما أنجح في 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 طريقة مثل ما. يعني أنا بالنسبة لي شخصيا بعد أول سيارة كنت حاط في بالي إذا وصلت وخلصت الماجستير، خلصت الدكتوراه، خلصت كذا، بديت أشتغل في مرحلة معينة، يعني بعض الأمور اللي سويتها بعدين أفكر أني أشتري سيارة ثانية. لكن أن يكون الموضوع أني على طول قارنت نفسي بفلان أروح أشتري سيارة، هنا هناك مشكلة.
شكرا كثير لك، وشكرا اكيد لحضوركم معي البرنامج اكيد عزيزي الرجل. رح بترككم هلا مع اغنيه سيارته اكبر للفنان محمد جمال. الى اللقاء. سيارته أكبر وفلوسه أكتر، سيارته أكبر وفلوسه أكتر، بس قلبي أكبر وحناني أكتر، بس قلبي أكبر وحناني أكتر، أكبر من سيارته وفلوسه وعمارته، أكبر يا حبيبتي وحياتك 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 أكبر. لا 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 تنغش بسيارة عم تلمع وتنالي، لا لا